بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في ليله جديده من الاهلي في رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. جمهور النادي الاهلي النهارده عنده ليله مهمه، ليله الجمعه، مباراه بكره، مباراه مهمه في مشوار الفريق في بطوله افريقيا، الاهلي والرجاء، مباراه مهمه. كل الجماهير بتقول يا رب ان شاء الله المكسب. ازيك يا احمد؟ كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ ليله مهمه.